تنضم إلينا عبر سكايب الأستاذة أسماء عادل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذة أسماء. وهذه الدبلوماسية الرئاسية التي بدأت منذ عهد الرئيس السيسي، زيارات تاريخية قام بها الرئيس لعدد من الدول الإفريقية، أيضا زيارات من عدد من الزعماء الأفارقة إلى القاهرة، كيف ساهمت هذه الدبلوماسية الرئاسية في تعزيز العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية؟ اهلا بيكم بالسادة المشاهدين. يعني كما تم التناول في التقرير ان في توجه ثابت لدى الدولة المصرية باعطاء اولوية لدفع وتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، وذلك في ضوء الارتباط التاريخي ما بيننا وما بين الدول الافريقية، وبما يساهم في ان احنا نعزز المصالح الاستراتيجية المشتركة اللي بتربط مصر مع دول القارة. طبعا النشاط الدبلوماسي على الصعيد الرئاسي ده بيسهم في ان احنا بننسق الجهود المشتركة في سبيل ان كافة شواغل القارة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بيتم مناقشتها وبيتم إعطاء أولوية للملفات ذات الاهتمام المشترك. هذه كافة الجهد الدبلوماسية الرئاسية استطاعت إن هي تستعيد الحضور المصري بما يساهم في معالجة قضايا القارة، وإن هي بما يساهم في إن تخلق تفاهم وتواصل ما بين القارات. يعني كما شاهدنا في التقرير عدد من الزيارات الدبلوماسية اللي قام بها سيادة الرئيس، وخاصة دولة جيبوتي هي أول دولة يعني يزورها رئيس مصري، وهذه الزيارة كانت ليها أهمية من الناحية الاستراتيجية وليها كمان دلالات. يعني استطعنا من خلال هذه الزيارة ان سيادة الرئيس ان هو يساهم في تعزيز الروابط على المستوى الرئاسي، وان في حرص مصري على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وهذه الزيارات بتساهم في ان احنا تعزز الدور التنموي المصري في هذه الدول من خلال المناقشات اللي بتتم، سواء مناقشات في القضايا ذات البعد الاقتصادي او ذات الشواغل الأمنية، وان هي بيساهم في التعاون في قضايا مشتركة زي التعاون مثلا في ملف أمن البحر الأحمر، وكمان في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. احنا يعني هذه الزيارة كانت ليها أهمية وليها دلالات كبيرة، وخاصة في القضايا سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني. من خلال هذه الدبلوماسية بنستطيع ان احنا طرح الرؤية المصرية لقضايا القارة واستعادة نفوذها ومجالها على الصعيد الدبلوماسي. كمان يعني كافة الدولة المصرية نشطت نشاط كبير جدا خلال عام 2021، سواء المؤسسات التعاون التدريب العسكري، شفنا ان في تعاون عسكري وفي تدريبات عسكرية مشتركة ما بيننا وما بين السودان. هذه التدريبات بتساهم في مواجهة التهديدات المشتركة، كذلك كمان يعني معالجة ملف مكافحة الإرهاب ما بين مصر وعدد من الدول القارة. يعني في هناك مركز مكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء، ده مركز يعني يساهم في تعزيز القدرات الأمنية ما بين مصر ودول الساحل والصحراء، ده بيساهم في ان ننقل الخبرة المصرية لهذه الدول، وبيساهم في ان احنا نتعاون مع الدول لمواجهة التهديدات المشتركة. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة أسماء عادل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.